البديل والتداوي بالأعشاب. اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة هائلة لإنبات الشعر من الجذور وتقويته. هذه الوصفة هذه كنا كنستعملوها من زمان وهي معروفة، توارثناها من الجدات ديالنا. وصفة رائعة وغير مكلفة، هي عبارة عن عشوب كنستعملوهم من الأسبوع لأسبوع أسبوعيا، وغنلقاو عليهم نتائج إن شاء الله وتحسن. هاد العشوب هادو كنحتاجو ليهم جدر ديال القصب، كما كتشوفو هذا راه شريتو أنا من عند العطار، قلت له عطيني جدر ديال القصب، عطاه ليا. ممكن نتوما تشوفو أي قصب تاخدو الجدر ديالو وتيبسوه، فهو هذا جدر ديال القصب، يعني الأسفل غصن الشجر هو هذا. عندي هنايا الريحان كما كتشوفو، الريحان راه معروف الفوائد ديالو كذلك لإنبات الشعر. عندي هنايا الحرمل، ها هو الحرمل ومن لا يعرفه، غني عن التعريف كذلك رائع ومفيد للشعر. عندي هنايا الورد، عندي البابنوج. هاد الاعشاب هادو طبعا كاملين غنكتبهم لكم باللغه العربيه باش حتى اللي ماشي مغاربه يعرفوا شنو هما. عندي هنايا زريعه ديال البصله كتكون على هذا الشكل، هذا دايره بحال السانوج، هي ماشي سانوج، هي راه زريعه ديال البصله. عندي هنايا اوراق ديال السدر كيف ما كتشوفوا، السدر راه معروف على الفوائد ديالو لإنبات الشعر ولو في كف اليد. عندي هنايا العشبة المعجزة، ربما تستغربوا، عندي هنايا العشبة ديال الحريقة أو ما يعرف بنبات القراص، رائعة وكتحتوي على بروتينات لإنبات الشعر. الحريقة فهي رائعة كذلك لإنبات الشعر. يمكن لكم تزيدوا فيه القرنفل، انا ما درتوش هنا. بالنسبه اللي بغى يزيد الحنه، كذلك نبات السنبل، كذلك نبات اللزاز، حتى هادو راهم مفيدين للشعر. انا ما عنديش هنايا، ما جبتهمش، ولكن انا راه طحنا واحد الكميه وفيها حتى هاد المكونات هادو الاخرين اللي ذكرت لكم. فكناخذوا هاد الاعشاب هادي كنديروها في مقلاه ساخنه، كنسينوها حتى تتسخن مزيان. بالنسبه للجدر ديال القصب كناخذوه كندقوه، ملي كيتسخن كناخذوه كندقوه كنحصلوا على مسحوق ديالنا. بالنسبه لهاد الاعشاب هذه فهي لا ضرر على اننا نديروها في الاله ديال الطحن، فهي ما غادي تسبب لها في والو. كنديروهم هادو كاملين كناخذوهم كنيبسوهم في المقله ديالنا ولا في الشمس حتى كيوليو مقرمشين على هذا الشكل، هذا كيوليو مقرمشين. من بعد كناخذوهم كنطحنوهم في الماكينه ديالنا. بالنسبه للحريقه كذلك حتى هي كنشدوها، اما كنربطوها وكنخليوها في الشمس حتى كتكرم وكناخذوها كنطحنوها، اولا كناخذو ولا كنا مزروبين كناخذو مقلات وكنحطوها فيها كنتسناوها حتى كتيبس، ومن بعد حتى هي كنطحنوها بنفس الكيفيه. هادو كاملين كنطحنوهم في اله ديال الطحن ما عدا هاد الجدر هذا ديال القصب لانه قاصح، فهو كندقوه مزيان حتى كنصحنو كنحصلو على عفوا على الغبره. انا عندي هنايا ها هما كيوليو على هذا الشكل، هذا انا طحنتهم، الرائحه ديالهم كتكون هائله. ونزيدكم انا عندي كذلك ضفت فيها حتى العشبه ديال الازير، انا زدت فيه كذلك حتى الازير او اكليل الجبل الروزماري هو هذا، كذلك خديته درته في نفس الكميه مع راه هذا ممكن تلقاوه يابس، درتو بنفس الطريقه ديال نبات القريص. كناخذو كنيبسوه اما في الشمس ولا في البوطه ديالنا ولا في شي مجمار كنا شوينا ولا شي حاجه، نوضعوه تحتو حتى كيكرم. من بعد كنطحنوه بالماكينه ديال الاله ديال الطحن وكنحصلوا على هاد الغبره هذه. من بعد ما كنخلطوا هاد الاعشاب هادو كاملين كيف ما قلت لكم، انا هاد الريحه كتلقاو فيه واحد الرائحه زكيه ديال الورد وديال الازير وديال يعني غزال. مني كنديروه في الشعر ديالنا، انا كنبيته في الشعر ديالي كنبيته، وصباح كنمشيو للحمام.
ملي كيكون يعني كنغسلو هذا كتبقى واحد الرائحة في الشعر زكية، وكونوا اكيدين على انه كينبت الشعر من الجذور كما قلت لكم انا، هذا بالاضافة لهاد الاعشاب هادو، زايدة فيه كذلك السنبل وكذلك القرنفل. الحنة انا ما كنديرهاش، ولكن اللي بغى يديرها يديرها، شريطة انكم اللي كنتو غديروا الحنة ضيفوا فيه الزيت باش ما ينشفش لنا الشعر ديالنا، الحنة معروف عليها انها كتنشف. بغيتو تزيدوا كذلك الحنة، كذلك السانوج حتى هو كيصلح مزيان للشعر، حتى هو كينبتو من البصيلات. بغيتو تكتفيو بهاد هادو اللي عطيتكم، هاد الاعشاب هادو اللي عطيتكم، فهما رائعين يعني، وكينبتو لكم الشعر من الجذور كونوا اكيدين. كما قلت لكم كناخدو كنخلطوه مع اما الزيت البلديه ولا الزيت الروميه ولا ديك زيت الفلفل، انا غادي نخلي لكم طريقه الصنع ديالو في صندوق الوصف، كذلك ممكن نخلطوه به وكنديروه للشعر ديالنا من الجذور. بطبيعة الحال نحضروا الراس ديالنا، يعني الراس ديالنا يكون في الاسفل، ونديروا الماساج بهذوك بهاد الاعشاب هادو. علاش الراس ديالنا كنهبطوا؟ باش الدوره الدمويه كتكون كتضخ في اسفل ديال الراس، وبالتالي كتستقبل ديك الفوائد ديال هاد الاعشاب هادو. من بعد كناخذو كنجمعو شعرنا ونديرو شي زيف، كنخليوه ساعه ساعتين، انا كنبات به، نوضو الصباح ان شاء الله وتمشيو للحمام ديالكم. كونوا اكيدين على انكم غادي تشكروني على هذه الوصفه، هذه غادي تربي لكم الشعر مزيان، وهذه ممكن بالنسبه للزريعه ديال البصل، هذه ممكن نديروها غير هي مع الزيت البلديه. بالنسبه للناس اللي عندهم تونيا او ما يعرف بالثعلبه، بالنسبه للرجال حتى هي راه مفيده جدا هذه الزريعه ديال البصل. اي مكون من هادو فهو رائع للبشره للشعر عفوا. يمكننا كذلك نديروه نكتفي فقط على السدر، نبات السدر فهو كذلك معروف لانبات الشعر يعني صدقوني. وكاين اللي كيدير هاد العشوب هادو بالطريقه هادو اللي درتها انا، وكاين اللي كيستخدمهم في الزيوت، الزيت اللي مثلا غادي ندير قرعه فيها الزيت وندير فيها شويه شويه من هاد النبات، ومن بعد نبقاو نشقو راسنا به، فتا هي مفيده. انا كنحبد على انه لو كان عشوب غيكون حسن، هو متعب شي شويه ملي كنبغيو يعني نزولو من الشعر كيبقى لاصق واحد شويه، ولكن راه مع الماء راه كلشي كيحيد. ملي غتشوفوا النتائج ديالو يعني من التجربه الاولى راه غادي تنبهروا به، ومن طبيعه الحال كلشي غيهون بسبيل تحقيق النتيجه اللي هي انبات ديال الشعر والتطويل ديالو والتقويه ديالو وكذلك الترطيب. كنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا نال اعجابكم، كنشكركم وكنجدد شكري لكم على الدعم ديالكم. كنتمنى اللي جرب هاد الوصفات هادو ولا الوصفات اللي من قبل يعني شاركنا بالتجربه ديالو باش يشجع الاصدقاء يزيدوا يجربوها ويجربوها. وشكرا جزيلا على التفاعل ديالكم، كنتمنى انكم تدعموني اكثر اكثر وتشجعوني باش نعطيكم اكثر واكثر. هاد الوصفه هاد الوصفات نابعين من القلب وكيوصلوا لكم من القلب من اخت ديالكم. كنتمنى تكونوا بالف خير والى اللقاء.